إذن من جديد مشاهدينا ننتقل إلى أمام مغفر الدكويني والممثل وسام فارس الذي خرج الآن، ومعنا الزميلة روبا الفرن من هناك مباشرة. روبا نحن لايف؟ نعم تفضلي روبا، أنت على الهواء. كلارا يعني فيلم مخلص سبيل الممثل وسام فارس من بعد ما اعطت القاضيه منى حنقير اشاره باخلاء سبيله. الف مبروك، الحمد لله على السلامه وسام. حبيبي رفيق، حبيبي خبرنا شو صار معك اليوم. صراحه لأقول لكم كل صراحه تعبان، صار لي 4 أيام نايم هون. بدي بس اقول شغله، بدي اقول ميرسي لكل الناس، لكل حدا اجى، لكل حدا تلفن، لكل حدا وقف معنا، وقف مع اهلي. بدي اشكركم كلكم. خلي المكر يحكي عني، بس بدي اقول شيء واحد، انه الحقيقه لو قد ما طولت رح تبين. ميرسي. شكرا لك. معناتها شو على اي قرار تم اخلاء سبيله؟ بتقدر تخبرنا التفاصيل؟ اوكي، اولا من بعد الفيديو رح نرجع نعيد الخبريه لنوضح الامور. من بعد الفيديو اللي انتشر امبارح تحرك الاعلام، كمان سعاده نائب كسبار نائب المحامين كلفني اني اتابع هذا الموضوع، لانه بين انه في ظلم وسام موقوف وفي ظلم بهذا الموضوع. كلفنا جينا من الصباح عم بتابع الموضوع. هو مشكورين كل يلي وضحوا هذا الموضوع، وضح للرئيس منى حنقير انه الفيديو ببين انه وسام ما كان عم يضرب، وسام ما ركض يضرب، وسام ما هجم عليه للعسكري. انعمل محضر يوم الجمعة، فتح المحضر عن جديد، انعمل مقابلة بمستشفى المشرق، تصالحوا إذا بدنا نحكي بموضوع المبدئي يعني، تعهد وسام بكل وضوح إنه بيتعهد بدفع المصاريف لإخراج العسكري من المستشفى، وعلى هذا الأساس ترك رهن التحقيق وسام واحتفظ بحقه بالنسبة لأنه بده عملية لمنخار وسام، بالنسبة لتكلفة عملية، أو احتفظ بحقه بالادعاء إذا بدنا نقول بالحرف الواحد بالقانون إنه يرجع يدعي في حاله هو. أين أخطأ رجل قوى الأمن بهذا الموضوع بالفيديو الثاني؟ وين الخطأ اللي عمله رجل قوى الأمن؟ أولاً إذا ما نحكي من الناحية القانونية أخطأ محلين. أول محل يلي هو إنه رفع سلاحه وشهر سلاحه وركض وراه لويسام بالوقت يلي ويسام ما كان معه ولا أي شيء بهدد أي خطر على العسكر أو على الناس، ولا عصاي ولا فرد ولا أي شيء من هذا النوع. هذه أول شغلة. ثاني شغلة، التعليمات العسكرية واضحة إنه في حال كان في شخص غير منضبط، في حال عم برجع أقول بيقدر، والمغفر بوجه النافع بعيد 5 ثواني يمكن 10 أمتار 20 متر، بيطلب مؤازرة، وهي المؤازرة بتوقفه بطريقة حضرية مثل ما التعليمات العسكرية بتقول بقوة أمن الداخلي، ابدا مش بالطريقه يلي هي صارت فيها. بعتقد قوى امن الداخلي كمان فتحوا تحقيق هن عندهم مع العسكري وهن بيعرفوا شو لازم يعملوا. نحن ما كان في شهد عيان قدم افاده ادلى بافادته، هل كانت هيدي الافاده خاطئه؟ هيدي الافاده اذا ما نحكي للمضبوط، نحن اولا ما اطلعنا عليها بالتحديد بالتفصيل شو هي، ولكن ما كثير بتصيب الفيديو، وبالتالي من بعد ما توضح الفيديو للرئيسه تبين انه وسام ما كان مواطن او عسكري. هو مواطن. بدي بس من بعد ما قال هالشغله المتر بدي اتشكر الرئيسة منى حنقير لانه رجعت افتتحت التحقيق لترجع تبين الحقيقه ويبين. بس ماذا لو ما انتشر الفيديو؟ يعني رايح المسار لمحل ثاني. ما في ما يعني ما في رح يروح. خليني اسال هالسؤال، خليني اسال هالسؤال للاستاذ، ماذا لو ما كان في فيديو فرش الحقيقه؟ كنا للاسف كان ضلوا موقوف لنهار الثلاثاء، تحول عن ضابط التحقيق العسكري، رحنا عن ضابط التحقيق العسكري، جبنا اول شهد وثاني شهد وثالث شهد، والله يعلم قديش كنت رح طول الموضوع 10 ايام 15 يوم، في عسكري قلب على الارض وتبين بالفيديو انه هو يلي قلب، ما حدا قصد انه يضربه او حدا انه يدفشه. كتر خير الله، بنشكر الشخص يلي كان عم بيصور، وبنشكر الدعم الاعلامي يلي وضح انه في شخص موقوف بالحبس ظلما محجوزه حريته. لا نحن رح نقبل، ولا نقابه محامين رح تقبل، ولا انتم رح تقبلوا، ولا اي مواطن بيقبل انه يكون في شخص مظلوم بهذا الموضوع. مشكورين كل العالم ومبروك الحريه. شكرا لك مترا. شو بتحب تقول لوالد وسام؟ انا بشكر كل واحد مشى الحق ومشى الحقيقه وعطى العداله كله سوا، لان نحن مع العداله ومع الشعب مع الجيش مع القوى الامنيه على طول. حطوها براسكم، ممنوع حدا يقرب على القوى الامنيه، نحن ما بنقرب وهيك صار. شكرا لك، الحمد لله على سلامته. رح اشوف انه في وقفه تضامنيه كثير كبيره كانت من قبل عدد كبير من الممثلين. ساره بكنعان الممثله، بس حابين ناخذ منك كلمه صغيره. من امبارح حضرتك موجوده هون قدام الفصيله، خبرينا هذا المسار. انا 4 أيام بدكم تنجحوا فيه يعني؟ الي من الاربع موجوده قدام الفصيله، وكنا بس عم نحاول قد ما فينا نجرب نوصل وجهة نظر وسام، وكنا عم نحاول نخبر وجهة نظرنا، والحمد لله
الله بعد هذا الفيديو اللي بفرج الوقاية واللي قدرنا نرجع بالنهاية من وراء نفتح الملف. مرسي كتير عن جد. نحن أنا بدي أتشكر الجميع وبدي أتشكر الرئيسة وبدي أتشكر كل اللي تدخل بالقضية كرمال بس وجهة نظر وسام تنسمع. شكرا لك وسام. بدي أخذ هيك كلمة صغيرة منك أخيرة. أدالي محبيني كتار بس. مثل ما شايفي يعني أهل ضيعتي وأهلي والأصحاب وكل الناس بتلومين يعني صراحة عن جد أنا ما كنت عارف إنه ما قدرين وماني عارف أبدا إنه في حدا هون لوقت ما طلعت بالسيارة. هذا الشيء بيكبر القلب وأنا بشكر كل واحد منه. شكرا لك وحمد الله على السلامة. ما رح نطول عليك كثير كمان نرسل الصحافة هذا وجبنا. إذن يعني خليني أقول كلارا عن جد بالفعل في تضامن كثير كبير من قبل عدد كبير من الممثلين اللبنانيين وحتى من قبل الأهالي والجيران. إذن يعني مثل ما بيقولوا الحقيقة دائما بدها تبين بالنهاية. هذه هي الأجواء من أمام فصيلة الدكوين. العودة لك كلارا. شكرا لك روبا. طبعا سنتابع هذا الموضوع في النشرات اللاحقة ومزيد من الأخبار بعد قليل عند الساعة 2:30 ضمن نشرة أخبار الظهيرة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.